امبارح اختتم المنتخب الاولمبي كمان تدريباته استعدادا لخوض اولى مبارياته الوديه في معسكره المغلق في مدينه بوردو مع نظيره اوكرانيا، المقرر طبعا ليها النهارده باذن الله يوم الاحد الساعه 7 مساء في اطار الاستعداد للمشاركه في دوره الالعاب الاولمبيه باريس 24، ولا تنطلق يوم 24 يوليو الجاري. من المقرر ان يختتم المنتخب معسكره بلقاء ودي تاني هيكون قصاد منتخب العراق، يكون يوم الاربعاء اللي جاي قبل ما يسيب مدينه بوردو يروح لمدينه نانت عشان يبتدي بقى التحضيرات الخاصه باللقاء الرسمي الاول ليه قصاد جمهوريه الدومينيكان في الجوله الافتتاحيه لدوره الالعاب الاولمبيه باريس 24، وبتضم مجموعه الفراعنه مصر، اسبانيا، اوزباكستان والدومينيكان. تدريب المنتخب امبارح كمان كان خفيف، ركز فيه البرازيلي ميكالي على الخطه وعلى التشكيل والمقرر ان هو يخوض بيها المباراه، وكمان شهدت الفقره الاخيره اجراء تقسيمه ما بين اللعيبه بعد التدريب على بعض طبعا الجمل بيتدربوا عليها. كل التوفيق طبعا بنتمناه لمنتخبنا الاولمبي، عندنا طموحات كبيره جدا 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 ان احنا نوصل لابعد نقطه ممكنه في مشوار الاولمبياد باذن الله.